اه يا براءة اسطورية لاشرف حكيمي، لو مش عاجبك الكلام ما تكملش الفيديو معايا. اما لو انت عايز تعرف ليه براءة اسطورية برغم ان حكيمي ما سجلش وبرغم ان حكيمي كمان ما عملش اسيست، فالموضوع سهل جدا وبسيط. لو حضرتك بتروح تجيره مع اصحابك كده وبتلعب كرة او بتلعب في مناسبات مع اصحابك، فعندك مشكلة كبيرة جدا لو في ناس بره كانوا حاطين لك في دماغهم وكل شوية ينتقدوك وكل شوية بيصفروا عليك وكل شوية بيقول لك الولد اللي معاه الكرة ده ما بيعرفش يلعب، فبتلاقي نفسك حاجة من الاثنين، يا طلعت ضربتهم يا ست التجيره ورحت روحت عشان ما تعملش مشاكل. ما بالك بقى عزيزي واحد عنده 22 سنة بيلعب في الكيان المحتل اللي هو حاجة صعبة جدا بالنسبة لأي لعيب عربي أو أي لعيب مسلم أو أي لعيب صاحب رأي القضية الفلسطينية يروح يلعب في مكان زي ده مع التعاملات اللي هيلاقيها من خارج أرض الملعب مع الحاجات الكتير جدا، هتكون رحلة صعبة جدا جدا بالنسبة لك. فما بالك في ظل الرحلة الصعبة جدا دي وأنت بتلعب مباراة مهمة بالنسبة لك في افتتاحية الموسم سوبر فرنسي، مفيش نيمار ولا مبابي، فمعنى كده إنك هتكون محور اللعب للفريق بتاعك، وكل ده وأنت عندك 22 سنة، وكل ده ولو التركيز بتاعك قل في 10 دقايق كل الناس تحط عليك. ليه؟ لانك دايما محور لعب الفريق، لانك دايما كل كوره بيلعبها باريس سان جيرمان بيلعبها عليك، وانت بتلعب كل كوره صح رغم كل الانتقادات اللي بتجيلك من بره دي، ورغم انك قاعد مقلق ان ممكن تلاقي طوبه، ممكن تلاقي موزه، ممكن تلاقي اي تصرف عنصري حصل من الناس اللي موجوده بره دي، علشان خاطر الناس دي مش ناسيالك ان انت كل موقف ليك بتحط علم القضيه الفلسطينيه وبتحط علم ان الناس دي محتاجه دعم وان الناس دي محتاجه مساعده ضد الارهاب اللي بيتعرضوا له، فتلاقي ان الناس دي خلاص انت في وسطهم عزيزي، فانت مطالب انك تكون نجم الفريق ومطالب منك انك تطلع سليم ومطالب منك كمان انك ما فيش اي حد استفزك، فالموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لاي حد لعيب كوره. اما لو قعدت تقول لي بقى ايه اللي خلى باريس سان جيرمان يخسر النهارده برغم ان الفرقه بسم الله ما شاء الله ماضيها تعاقدات وراحت جابت راموس وفينالدوم وعندهم كيلو الريفيرس راحوا جابوا عليه دوناروما والناس واضح ان هي عايز تاخد دوري ابطال، ايه اللي حصل؟ خسر قدام ليل ازاي؟ القصه سهله عزيزي، من غير نيمار ومبابي الموضوع هجوميا صعب جدا. هو البوتش طبعا يعني راجل نحس مش بتاع بطولات ولا كلام فاضي من ده، هو اديله فرقه بينافس على مربع ذهبي هتلاقيه زي الفل، انما بيلعب بطولات والكلام مش بتاع البوتش، ده راجل منحوس اساسا ملوش في البطولات ولا الكلام الفاضي ده. فلما تلاقي الراجل النهارده بيقرر ان هو عنديش نيمار ولا مبابي، طب ما تيجي نلعبها عيال صغيره، اللي هو يا اسطى انت باريس وعيال صغيره ازاي؟ ونفس المدير الفني ده قبل ان الفريق يروح يتعاقد مع سيرجيو راموس وجيني فينالدو، انتوا ماشيين عكس بعض كده ليه يا عم الحاج؟ بس عادي مفيش اي مشكله خالص، لان الناس الخليجي والسياسه القطريه ضد الكيان المحتل، بس برغم كده اول ما جالهم فرصه يروحوا الكيان المحتل علشان خاطر بنلعب السوبر الفرنسي راحوا برضه هناك وقال لك عادي احنا ما عندناش مشكله في التطبيع، فكل حاجه في الدنيا دي اعتبرها ان هي ماشيه عكسها وعادي يا معلم تقبل الوضع ده. بتلاقي ان النهارده مثلا هو بيلعب عبده ديالو ناحيه الشمال علشان خاطر مش مؤمن ان كورزوا ممكن يتحمل ماتش هجوميا، اشرف حكيمي يمين، كيرير وكيمبيمبي اتنين مساكين قدامهم، اريك جونيور ودانييلو بيريرا واندر هيريرا وجوليان دراكسلر وماريو كاردي وارنولد كليمندو، ما تعرفش مين كليمندو ده، هي القصه كلها معروفه في باريس، نيمار امبابي دي ماريا مش موجودين الثلاثه خلاص ما فيش خط هجوم. هتقول لي لا كارد لعيب جامد يا اسطى، دول كانوا عايزين يخلصوا معاه مع يوفنتوس على كريستيانو رونالدو بس الصفقه باظت، يعني هم عايزين يبيعوا كارد ده لاي حد معدي على الطريق، فتقول ان كارد هو اللي يشيل الفريق النهارده، فمعنى كده ان احنا قدام مباراه فعلا مش هيشيلها غير اشرف حكيمي، بس حكيمي بيلعب طرف يعني هيخش يسجل في كل كوره، مالناش دعوه هو حكيمي لازم يعمل حاجه النهارده. طب حكيمي برغم كل الضغوطات اللي عليه ده هيعمل ازاي؟ وغير كده كمان في الدقيقه 45 بنلاقي ان شيكا صوب في مرمى كيلو الرباس في الدقيقه 45 والهدف الاول جه، ده معناه ايه؟ ان احنا رحنا للسيناريو اللي ليل كان بيدور عليه ان احنا نجيب الهدف الاول ونرجع ندافع قدام باريس، وليل اول ربع ساعه ليه كان خطير وكيلو الرباس كان بيشيل في السته وكان بيطلع يغطي زمايله كيمبيمبي وكيرير، اللي هو في حك بيحصل في حك بيحصل، بس باريس لو دخل في جون مش هيرجع في النتيجه، فباريس لما دخل في جون كان الماتش صعب جدا. ليه؟ لانك مطالب انك تتفرج على تغييرات السيد بوتشينو الشوط الثاني وتشوف الراجل ده هيعرف يفيد الفريق في تغييراته ولا التغييرات بتاعته تبقى عباره عن بلحه. فلقينا ان بوتشينو قرر ان هو يغير في الدقيقه 71، اول تغييره ليه جيني فينالدوم برنس نص ملعب نص الله عليك ماشي بفلسفه الكوريب بالظبط، عايز تجيب اهداف ما تزودش مهاجمين، هات نص ملعب هات. برافو عليك برافو. وبعد كده لقينا ان الراجل نزل اسماعيل الغربي كويس حلو، وطلعت طلعت ارنولد كليمندو ده كويس، وبعد كده راح مطلع كيمبيمبي وراح منزل مكانه عبده ديالو ومساك وخلى كورزوا يبقى ناحيه الشمال، ويلا عندنا اتنين باكات طايرين بقى. طب يا اسطى ما فيش مهاجمين، يعني مين اللي هيسجل حتى وانت عندك باكات طايرين؟
ما عندنا ايكاردي. ما قلت لك من الاول ايكاردي ده اساسا ما يضمنش من هنا لحد نص متر قدام، فايكاردي ده يكسبك ماتش صعبه جدا عم الحاج، علشان تلاقي ان سبحان الله في عز ما الناس دي مغارت مبادئها علشان خاطر تروح تاخد بطوله من قلب الكيان المحتل وترجع بالسوبر الفرنسي يبقى افتتاحيه موسم هايله، تلاقيهم ان هم خسروا علشان خاطر ليلي حقق اول سوبر تاريخي، اول سوبر فرنسي في تاريخه علشان خاطر سبحان الله. يعني تروح تعمل تاريخ يتحط عليك وتاخد على قفاك وترجع، مبروك يا عم ناصر انت تستحق كل خير. يعني فلوس حرام، وبتروح كمان الكيان الصهيوني البس وبتشينه كمان، ده انت عمرك ما هتشيم بطولات. وفي الاخر لما بنقول لك فلوسك دي حرام وفلوس باريس حرام عمره ما هيشيم بطولات، بيقول لك انتوا عالم عنصريين وعالم ما بتكلموش بحق الله. لا هي بحق الله، فريق ما يستحقش بطولات والله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش اعمل سبسكرايب عزيزي.